صار فيك تقول هيدا هو فريق الرياضي يعني اللي كنت عم تنبش عليه ما كنت راضي؟ اكيد واخي يعني سكور بورد بتحكي عن حالها، عندك خمس لعيبه بالدبل فيجرز، كنا سيريس اليوم، بيج ريسبكت لفريق الحكمه، حضرنا على الاسبوع كل الاسبوع ونحن بنعرف انه لعيبه الاجانب تبعين الحكمه قديش هن عندهم تقل على الاوفنس، دي افريج 60 بوينت يعني خاصه جاي انتم بعتوا اليوم كليا يعني عن جو خليناهم تحت الافريج تبعهم كلياتهم، برسنتج تبعهم كثير واطي، اخذوا كثير اتمتس حطوا برا الجيم بلان وين لحاله واحدة من 15 100% اكسكيوت الجيم بلان، كان بدنا مايك فريزر يستلم الطابة نعمل عليه فاول هكا شاك لعبت يعني 100% لانه كتير سايز تبعه هيز ا بيست، بتوقفه بهالطريقة وبعدين بتنزل الريت تبع سرعة الحكمة، ديفنسيفلي كنا رائعين 65 ديفنس تبعنا ممتاز، كان عندنا مشكلة بالاوفنس اليوم رجعنا لقينا حالنا لما وائل وكوينسي وجان كلهم يلعب بهالطريقة بعتقد صعب كثير نخسر. كوتش دوربي بيروت دوربي بيروت بس في ام طبعا. المعارك بهالسنه شانفير الرياضي يلي رح يكون يوم الاحد المقبل بديك المحدي، شو بتقول عن هالمباراه؟ ليك مباراه كثير كبيره جاي وخصوصا انه فريق شانفيل هالسنه فريق مرشح لاحراز بطوله لبنان، دائما المباريات رياضي شانفيل مستوى كثير عالي، اليوم بدنا نرتاح ننبسط بكره اوف وعندنا ست ايام نحضر للجيم وان شاء الله بنأدي بنفس الطريقه. انا بدي اشكرك اكيد كوتش احمد فرام، بدي اشكر كل المشاهدين.